كشف تقرير تركي أن نحو 44 شركة كهرباء تم إخفاء أسمائهم عن الجمهور قامت بتوريد الخدمة للمواطنين دون دفع الرسوم المستحقة لصالح صندوق الطاقة. أضاف التقرير أن مشكلة تحصيل الكهرباء لشركات الخصخصة مستمرة منذ فترة طويلة في الامتناع عن السداد، وأشار إلى أن وزارة الطاقة كانت قد أعلنت حدوث مشكلة مماثلة خلال عامي 2017-2018 حين باعت 245 شركة كهرباء للمستهلكين في غضون عامين، لكن 83 منها لم تدفع أي أموال.